جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يبدو أن الشطر كبير من هذه الحلقة لأخواتنا. أيضا هنا رسالة من أخت لنا في الطائف تقول المرسلة: خاب لام، تقول: أنا طالبة في المرحلة الجامعية، أشكو من التوتر والارتباك وعدم الثقة بالنفس، الأمر الذي جعلني لا أستطيع الوقوف أمام الطالبات لشرح الدرس، وأنا على أبواب التخرج ولا أستطيع أن أذهب إلى طبيب نفسي لأن أهلي يجهلون كثيرا من الأمور، وأبي وأمي يرفضان رفضا باتا ويفضلان أن أفصل وأترك الدراسة وجهودي، جزاكم الله خيرا، إذ أنا حائرة في هذا الأمر، وفقكم الله. إذا تيسر أن تكملي الدراسة فهو أحسن، وإذا كان في ذلك مشقة عليك فعليك باتباع الأيسر لك، فإذا كان الأيسر ترك الدراسة فلا مانع من ذلك. وأما الوقوف أمام الطالبات لشرح الدرس هذا الشيء ليس بلازم، إن تيسر واستطعت القيام به فلا بأس، وإن لم يتيسر فعليك بمواصلة الدراسة، ولو لم تستطيعي التدريب على التدريس لعل هذا يزول إن شاء الله، لعل هذا العارض يزول في المستقبل. اللهم نعم. يرى الشيخ صالح أنه مع المران والدربة والتدريب يزول هذا الخوف؟ ربما يكون أنه مع المران أنه يزول هذا الشيء، أو يكون هذا الشيء شيئا عارضا نعم ثم يزول بإذن الله، المهم أنها لا تيأس من الشفاء بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا. فيما لو ذهبت إلى طبيبة نفسية ولو لم يعلم الأب ولو لم تعلم الأم، هل يرى الشيخ صالح مانع من هذا؟ لا مانع من ذلك، ولكن ما أرى أن الأب أو الأم يمانعان في ذهابها للطبيبة لأخذ العلاج، لأن هذا مصلحة لها وليس فيه مضرة. نعم. وما دامت أنها ستذهب إلى طبيبة من النساء ليس هناك محذور، إنما المحذور في ذهابها إلى طبيب الرجل. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يبدو أن معارضة الأب والأم من كونها ستقوم بمراجعة طبيب الرجل، لكن إذا كان إلى امرأة متخصصة في الطب النفسي لعلهم لا يمانعون إن شاء الله. شيخ صالح: لا يمانعون إن شاء الله، وإذا دعت الضرورة القصوى فتذهب إلى طبيب الرجل. الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطرت المرأة إلى العلاج ليس هناك طبيبة من النساء ولا يوجد إلا طبيب الرجل، فلا مانع أن تذهب إلى الرجل بقدر الضرورة، لكن مع وجود محرم. طيب. وعدم الخلوة مع الطبيب في محل العلاج، يكون معها محرم. طيب. ويكون معها من تزول به الخلوة. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. والأحكام في غاية الوضوح كما تفضلتم شيخ صالح، ماذا تقولون للأب والأم في مثل هذا الموقف؟ نعم، نقول لهم سمعوا الإجابة. طيب. أو يسمعونها. طيب. نقول لهم: عليكم بالعناية بابنتكم. طيب. وعدم تركها للمرض. طيب. والتماس العلاج النافع لها، التماس طبيبة مسلمة تتولى علاجها، وإذا ضاق الأمر واحتاجت إلى مراجعة طبيب مختص هل تذهب أو يذهب معها محرم لمراجعة الطبيب، لعل الله أن ييسر لها علاجا شافيا. اللهم آمين. إنما إهمال المريض هذا غير مستحسن، لأن هذا ترك للأسباب المباحة، والعلاج سبب مباح، والله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب النافعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم.